مشهد غير مألوف في المدينة العتيقة. مسنون وصبيان يتوجهون أفواجا لتعلم الدين وحفظ القرآن الكريم. اللهم صل وسلم على النبي محمد. أقيم هذا المعسكر لحفظ سورة البقرة في 40 يوما. يقوم المنهج التعليمي على المشافهة. شيخ حافظ متمكن من فنون التجويد. ومتعلمون بالمئات من أعمار مختلفة. وإن بدت النساء أكثر إقبالا وحماسة. هذه المرأة جاوزت 60 بأعوام 3. كان حلمها بعد أن ربت أبنائها أن تتفرغ لحفظ القرآن الكريم. وقد تحقق لها ما أرادت. تجربة معناتها حلم. حلمنا به وربي تمم هنا إن شاء الله. ربي دوم علينا النعمة. يتجه المسجد التاريخي لاستعادة دوره الذي بني من أجله، أن يتحول إلى منارة للعلم والفقه. والناس يبدون كأنما يستدركون ما فاتهم في زمن كان التردد فيه على المساجد والمدارس الدينية شبهة توجب المحاسبة. الحمد لله على هذه النعمة. ما كناش نهار نحلم، وكنا صحيح ندعي ربي برشا إنه يسهل لنا ربي في هكا مدارس نحضروا ونسمعوا القرآن. وحفظ سورة البقرة هي في العادة تتطلب يعني 2 أو 3 سنوات، ولكن ولله المنة والفضل هناك مجهود خاص ومعسكر، يعني بالحق معسكر، يعني يتجندون بسم الله ما شاء الله، سيحفظونه إن شاء الله في 1 شهر و6 أيام. أسس مسجد صاحب الطابة عام 1814، كان تحفة زمانه معمارا وعلوما، يأتيه الطلاب من كل مكان. مع سياسة تجفيف المنابع التي اعتمدها النظام السابق، جاء زمن تحولت فيه مدرسة المسجد إلى قاعة حفلات تابعة للحزب الحاكم المنحل. يتم التفويت فيه من طرف النظام البائد للتجمع الدستوري الديمقراطي، ويولي قاعة أفراح، وتم فيه الموبقات الكل، معناتها الوكر ولا معناتها متاع فساد ومتاع حفلات ومتاع سهريات ومتاع موجون. خارج المسجد ما زالت الحوانيت والأسواق والحمام شواهد على زمن كان فيه المسجد أكبر من مجرد قاعة للصلاة. كان مركزا للحياة في المدينة ومنارتها. واحدا بعد الآخر تتهاوى الجدران التي سيج بها النظام السابق شعبه، ومعها يفقد النموذج الذي قدمه هذا النظام للغرب على أنه وصفة سحرية لمحاربة التطرف بريقه وألقه. فالشعوب تثبت أنها قادرة على الحفاظ على مقوماتها الحضارية والدينية دون ما مغالاة أو تطرف. محمد البقالي، الجزيرة، تونس.